كمان مرة. حدش من... صباح النور. صباح النور. عشان أعرف إنه الصوت واصل. تمام. راح نبلش محاضرتنا الثانية اليوم بالPublic Health Lectures بهذا السيستم. اليوم we are going to talk about the epidemiology of colorectal cancer. Our objectives to be familiar with the epidemiology of colorectal cancer, to identify risk factors for it, and to evaluate ways of prevention of colorectal تعتبر second leading cause of cancer death في آسف في الولايات المتحدة، هو رقم اثنين بسبب وفيات، كسبب وفيات هو الكولوركتال كانسر في الولايات المتحدة. It accounts for 10% of all cancer deaths in the USA. حوالي 6% من الأشخاص في أمريكا، الأشخاص اللي بعيشهم كولوركتال كانسر في مرحلة معينة من حياتهم. تحكي عن 6% هو بصراحة يعني رقم مستحيل. دكتور في مشكلة بالصوت عند حضرتك. طيب ثواني. مش عارف أن المايك يعني قريب كثير بصراحة. هيك كويس صوت؟ لا في زي تشويش. طيب. حاول أبعده شوي. ثواني. هيك راح. هيك تمام. كويس هيك صوت؟ يعني كويس. طب دقيقة. كويس. دقيقة بدي احاول كل ال احاول ابعد المايك اقرب المايك خلينا نشوف. هيك كويس؟ لا هيك لا. ضعيف الصوت هيك؟ دكتور اول احسن كان. عادي. خليك. طيب جماعة طيب بسيطة شغلتها بسيطة. هيك. احكي دكتور. لا هيك. يعني بعيد الصوت شوي. بعيد غريب والله يا زلمه. اقرب من هيك صعب باكله. ايوه هسه كويس هيك. هيك كويس هيك. ممتاز. طيب ماشي. طيب اوكي خلينا نكمل، واذا صار الصوت مش كويس خبروني عادي نحاول نعدل. تمام. طيب هذا الكولوركتال كانسر الانسيدنس تبعه هو اعلى في الديفلوبد كانتريز، يعني كل ما تقدمت الدول في الدول الغربيه في امريكا البريفالنس تبعه والانسيدنس تبعه عالي، فالدول الفقيره هون يعني تكون اقل عرضه للكولوركتال كانسر. لما نشوف بعد شوي الريسك فاكتورز ومين هم الناس اللي يعني ممكن يصير عندهم كولوركتال كانسر، ممكن هذا طيب بالدسكربتيف ابيديميولوجي. لما بنحكي دسكربتيف ابيديميولوجي بهمنا ثلاث شغلات، مين هم الاشخاص البيرسون والبليس والتايم، مين هم الاشخاص اللي بصير معهم باي الامكنه او مين وين اللي بصير معهم وين البليس تبعهم، والتايم اذا كان سيزون علاقه بالسنه او ممكن يكون الايج نفسه له علاقه. فخلينا نشوف البيرسون والبليس والتايم في الديسكريبتيف ابيديميولوجي بالنسبه للكولوركتال كانسر. الهاي ريسك جروبز بالنسبه للجندر هو 44% هاير فور من، اكثر عرضه الرجال انهم يصير عندهم. بالنسبه للريس 15% هاير فور بلاكس ذان فور وايتس، السود اكثر عرضه. الايج جروبز او الانسيدنس رايزز شارفلي افتر ذا ايج اوف 50 ييرز، بعد سن ال 50 ممكن الاحتماليه للكولوركتال كانسر تصير اكبر، وبالتالي بنصحوا بالسكرينينج للكولوركتال كانسر بالعادة من سن 50 فما فوق، تقريبا بمعدل مرة كل 10 سنوات، مرة كل 10 سنوات بعد سن 50، هاي للأشخاص العاديين. تمام. بينما للأشخاص بصراحة يعني اللي عندهم خلينا نقول ريسك فاكتورز وراح نشرحها بعد شوي، بيوصوا يكون فوق 45 سنة. السكرينينج تبلش من 45 سنة فأعلى. طيب أكثر من 80% من الحالات تشخص بالكولوركتال كانسر بصير فأعلى، فتخيل قديش بصير يعني الريسك عالي بعد سن الخمسين أو سن يعني غالبا بعد سن الخمسين. 80% من الأشخاص اللي يشخصوا هم أعمارهم 55 سنة
فأكثر. بينما المين ايج جروب المتوسط هو تقريبا 62 سنة للأشخاص اللي بيتشخصوا. طيب حكينا قبل شوي إنه الدول المتقدمة أعلى، نفس الشيء هون الـ SES يعني Socio Economic Status People in Higher Socio Economic Groups، راح نعرف كمان شوي كمان زي ما حكيت راح نعرف التفسير تبعها. Sitting Genetic and Medical Conditions Predisposed to Colorectal Cancer زي Fair Skin Relatives، إذا واحد بالعيلة أو واحد قريب كثير من أقارب الدرجة الأولى عنده colorectal cancer بتزيد احتمالية إنه الشخص يصير عنده colorectal cancer. Familial polyps, Lynch syndrome, inflammatory bowel disease زي ulcerative colitis بتخلي الشخص أو البني آدم معرض أكثر من غيره إنه يصير عنده colorectal cancer. الأناتوميك ديستريبيوشن الأنواع، يعني لو قسمنا أنواع الكولوركتال كانسر أكثر، إذا بتطلعوا هون تقريبا إحنا السيجمويد كولون حوالي 25% بشكل من الحالات، ريكتال والسيكم تقريبا 20% لكل واحد، بضل عندي الترانسفيرس كولون 15% من الكيسز، وفي عندي الأسندينج والريكتو سيجمويد جنكشن هذول تقريبا 10% لكل واحد فيهم. هذا الإنسيدنس للكولوركتال كانسر كيسز حسب المكان اللي بصير فيه. الهيستوباثولوجي الغالبية الـ vast majority of colorectal cancers are adenocarcinomas which are preceded by adenomas or adenomatous polyps in most cases. هذا الهيستوباثولوجي يعني لو المتعمل هي بتكون adenocarcinoma، وتعرفين شو يعني adenocarcinoma، عارفين صح؟ تعرفوا شو يعني أدينوكارسينوما؟ شباب؟ أخذتوا الأدينوكارسينوما أو أخذتوا أنواع الكارسينومز البناين والماليجننت والأشياء هاي، ماليجننسي كلها أخذتوها؟ أخذناها. تمام، يعني فيش داعي أنا أحكي فيها. طيب الآن نحكي عن الأردن بالنسبة للكولوركتال كانسر، راح نحكي بين الميلز وبين الفيميلز. فبرايكو الميلز شو أكثر عندنا بالأردن وبين الفيميلز شو رايكو؟ بالميلز ممكن اللنج كانسر أكثر شيء بسبب السموكينج. أوكي، بالفيميلز البريست كانسر. البريست كانسر صح، هو بالفيميل بصراحة هو البريست كانسر، لكن العكس ستيل الكولوركتال كانسر هو رقم واحد بالأردن. اللنج كانسر بسبب التدخين والأشياء الأخرى زي ما حكيتي أنت هو رقم اثنين. الكولوركتال كانسر is number one cause of cancer and one among females، وبيجي الكولوركتال كانسر رقم اثنين أيضا في الفيميلز. تمام، طيب خلينا نشوف مع بعض شو رايكم الريسك فاكتور الكانسر الايج. طيب الايج حكينا عنها انه يعني اكثر من 50 او 55. اوكي تمام، الجينيتك بريديسبوزينج فاكتورز، الجينيتك predisposing موجودة، وحكينا إنه يعني بالfamilial history أو الfamily history في risk relatives. تمام، إيش تمام؟ ulcerative colitis. ulcerative colitis أوكي. طيب هاي الأشياء كل بنسميها بعرف إذا أخذتوها أنتوا أو لا. في إشي بالrisk factors non-modifiable risk factors أكيد بتعرفوهم صح؟ هذول اللي حكيتون أنتوا كلكم non-modifiable، يعني فيش واحد بيقدر يعدل الجنس تبعه ولا الفم يعدل يعني اي شيء له علاقه بالايج بالجينيتكس ما تقدر تعدله. بينما الاشياء الموديفيبل ريسك فاكتورز واللي هي جزء منها ريسك فاكتورز للكولوركتال كانسر زي شو هاي اللي بتهمنا بصراحه. احنا بالببليك هيلث اللي يهتم بالموديفيبل ريسك فاكتورز الالكوهول زي اللايف ستايل. بالضبط اللايف ستايل، الكحول ممتاز، الكحول واحد. اللايف ستايل زي شو؟ كويس، في لايف ستايل بيشمل شغلات كثيرة منها التدخين مثلا. تدخين تمام، غير التدخين الفود الكحول لو فايبر
إيش عفواً؟ لو فايبر دايت. لو فايبر دايت تمام ممتاز كمان. السمنة. واحدة كثير من المهمة بصراحة لكولوركتال كانسر مرتبطة بزيد عنده الاحتمال إنه الشخص يصير لا سمح الله عنده شوي بالإصلاح مهمة. شو هي؟ الحركة يعني الرياضة. ممتاز ممتاز. الفيزيكال أكتيفيتي يعني إحنا بجزء يعني إحنا بنحكي طب وإشي وبجزء تقولها بس هي جوهر الصحة. هي الصحة صحتك بتقوم عليهم اللي هم على اللايف ستايل تبعك وعلى الجينيتك يعني فاكتورز. حكينا الجينيتك فاكتورز احنا ما بنتدخل فيها لانه they are not modifiable نقدرش نعدل فيهم اشي. فلذلك الاشي اللي بنركز عليه هو المودفيابل وريسك فاكتورز او بيهيفيرال او اللايف ستايل ريسك فاكتورز اللي حكيت عن التدخين الكحول السمنة والفيزيكال اكتيفيتي بالاضافه لطبيعه الدايت اللي حكيتوها وبده يكون في عندي هاي فايبر دايت. خلينا نشوف مع بعض هيك. حكيت انتوا الكرونز ديزيز والاستراتيف كولايتس حكيناها انه هاي موجودات من ناحيه ريست فاكتورز. وهاي الجينيتك سسبتابيليتي سيندرومز حكينا عن الفاميليال ادروميتوفيليبس الهيريتري نون بوليبوسيس كولوركتال كانسر. في كمان الايج حكيتوا عنهن increase of 35 يعني الانسيدنت ببلش يزيد بعد سن ال 35 بس زي ما حكينا بننصحه بالسكرينينج بعد ال 55 وبالتالي with a rapid increase after age of 50 يعني ببلش يزيد الاحتمالية بعد ال 35 بس التسارع المضبوط بصير بعد سن ال 50 when more than 90% of colorectal cancers develop بعد سن ال 50 تقريبا يعني 90% من الحالات بتظهر. Colorectal as you get older اتفقنا عليها. اذا هاي المحصله your risk of getting colorectal cancer increases as you get older. الجندر حكينا عنه المن are at higher risk than women. هاي في احصائيه هون بعد بعد الاخذ بكل يعني الايج ستاندردايز انسيدنس ريتس يعني كل الاشياء اللي بتاثر على الايج بعد الاخذ بعين الاعتبار كل الاشياء 65 لكل 100000 65 تقريبا لكل 100000 بالرجال بينما تقريبا 47 او 47 ونص لكل 100000 بالستات. الريشيو بتطلع 1 يعني تقريبا الميل تو فيميل از 1.37 اكثر. هاي هي الاودز ريشيو صح؟ الأودز ريشيو 1.37 يعني أعلى مرة ونص تقريبا أو أقل شوي. المورتاليتي than women مهمة تقريبا 25 بالرجال مقابل 18 لكل 100,000 بالستات. هاي المورتاليتي ريتس بالنسبة للكولوركتال كانسر. طيب شو الديموغرافيك فاكتورز الاخرى الثانيات؟ الريس والاثنيسيتي حكيتوها وحكينا انه مور ان بلاكس ذان وايت. السوشيو ايكونوميك ستاتس حكينا انه بالهاير سوشيو ايكونوميك ستاتس. طب ليش بالهاير سوشيو ايكونوميك ستاتس برايكو؟ يعني ليش مش العكس؟ ليش مش الفقراء الناس الاغنياء قاعدين بنصابوا؟ ليش؟ بسبب طبيعه الاكل طبعا يعني سبب يعني إلها بترجع بتأثر على اللايف ستايل أكيد يعني سبب طبيعة الأكل. بجزء الأغنية أنتم بتطلعوا الآن لو تشوف مثلا على شعوب الخليج بتلاقي الأوبزيتي فيها عالية. طبعا إلها علاقة مش إنه إحنا نحكي عن أشخاص أو إحنا نحكي طبيعة الجو مثلا حار كثير بيضطروا يتحركوا بسيارة بتلاقي الأوبزيتي عالية صح؟ بتلاقي مثلا طبيعة الفود برضو هاي إلها علاقة يعني بتشوف الفود بجزء ما يكونش يعني هالفايبر كثير اوكي جنك فود اللي بجوز بالعاده بيركزوا بعض الفئات يعني فهي ممكن تكون لها علاقه بالهاير سوشيو ايكونوميك ستاتس. دكتور نعم. دكتور بالسلايد اللي بالسلايدات اللي قبل كان مكتوب انه هاي اس اي اس بس هون مكتوب لو دقيقه سوشيو ايكونوميك ستاتس اسوسيشن بتوين لو سوشيو ايكونوميك ستاتس اند كولوركتال كانسر المورتاليتي هون المورتاليتي هناك incidence هناك incidence هناك incidence هون المورتاليتي تمام.
تمام يعني المورتاليتي واضح، ممكن الشخص ما يكونش معه فلوس يتعالج، ممكن انه ما حدش بيهتم ما بيلاقي عنايه بالضبط، بينما الانسيدنس مختلف. طيب النيوتريشن majority of care studies have shown an association between higher intake of vegetables and lower cancer risk. كل ما زاد الفيجيتابلز بقل الريسك. Recent large cohort studies have shown weak or non-existent association between fiber and colon cancer risk. يعني بعض الدراسات بيقول لك الآن فيش علاقة ما بين الفايبر والكولون كانسر، بس هاي فيها دبيت بصراحة، يعني فيها أخذ وعطاء. الفوليات مهم كثير. Higher intake of folate has been relatively consistently associated with lower colon. كل ما أخذت فوليات أكثر. Calcium. Enough intakes of calcium may minimize the risk of colon cancer. The fat, the carbohydrates, and the proteins. Excess energy intake leading to obesity. واضح إنه الفات والكربوهيدرات ممكن تعمل لي obesity وبالتالي بزيد الريسك تاع الكولون كانسر. The possible association of red meat with increased risk. يعني برضو الميت أكيد still وإن كانت red still فيها يعني فات وفيها بروتين عالي وبالتالي ممكن إنها تزيد لي الريسك تاع حكيت عنه عن increased risk of colon cancer. higher body mass index انتم بتعرفوا انه مباشره مرتبطه بالاوبيزيتي، وحكينا على الاوبيزيتي وما حكينا عن الفات وحكينا عن الكربوهيدرات، وبالتالي كل هاي مرتبطه ببعضها. تقريبا 2 fold higher risk in individuals who are overweight or obese. يعني الاودز ريشيو انه يصير الشخص عنده كولوركتال كانسر اذا كان اوفر ويت او كان اوبيز تقريبا دبل 2 فولد، يعني 2 الاودز ريشيو يساوي 2 2 فولد ضعفين، ماشي، انه مقارنه بالناس اللي عنده يعني نورمال بادي ماس اندكس. كنت انا بدي وحكيتوها انتم اخر شيء، individuals who are more physically active have a decreased risk of colon cancer. Some benefits appear to be independent of body mass index. يعني مش بس إلها علاقة بالبادي ماس إندكس الفيزيكال أكتيفيتي. أنتوا بتعرفوا إنه يعني الفيزيكال أكتيفيتي مش بس إنها بتنزل الوزن، أنت بصير في عندك يعني السكريشنز اللي بصير بالجسم، وكيف أنت بتتخلص من مثلاً السموم، وكيف الميكانيزمز اللي بصير، الفاتوفسيولوجي اللي بصير، وكيف السيلز، كيف التطورات اللي بصير على أساس لما يكون في يعني رياضة ويكون في فيزيكال أكتيفيتي. هاي كلها بتكون أحياناً يعني بروتكتيف لا يعني different cancer types مش بس للكوركتال كانسر زي ما بتعرف. Studies have shown a dose response relationship between physical activity and colorectal cancer. شو يعني dose response؟ شو يعني شباب dose response؟ يعني مش عارفين ولا مش سامعيني؟ لا مش عارفين. طيب تمام، انا بدي بس اعرف انه مش المقصود ها يعني دوز ريسبونس انه مرتبطه بالدوز، دوز الفيزيكال اكتيفيتي يعني كميه الفيزيكال اكتيفيتي. انت لما بتحكي عن علاج دوز ريسبونس يعني مرتبط بالدوز، بكميه الدوز بالجرعه، فانت نفس الشيء لما نحكي عن فيزيكال اكتيفيتي دوز او الجرعه او كميه الفيزيكال اكتيفيتي الطاقه اللي بتصرفها، كل ما زاد الفيزيكال اكتيفيتي بقل الكولوركتال كانسر. واضح؟ واضح. هاي معنى دوز ريسبونس، هاي لازم انتم بالفارماكولوجي اخذتوها مزبوط؟ ما اخذتوا شيء بالفارماكولوجي اسمه دوز ريسبونس؟ لا احنا فاهمينها يعني كما ما توقعناش انه يكون معناها الكميه. لا يعني دوز ريسبونس الجرعه، الكميه، الجرعه هي الكميه بالنهايه. تمام. طيب مش مشكله. اذا الهايست ريسك observed in persons who are both physically inactive and have high body mass index. الآن إذا كان الشخص عنده overweight أو obesity أو يعني عنده increased body mass index وبلس إنه physical inactive بصير الريسك أعلى بكثير. يعني هذا جمع المجد من أطرافه زي ما بنحكي مزبوط، قاعد لا شغلة ولا عملة، أكل وشرب وتفرج على التلفزيون ولا مستعد يعني يطلع 10 خطوات، هذا مصيبة للأمان. طيب هاي الأشياء اللي حكيتوا عنها أنتوا، حكيتوا عن الكحول، حكيتوا عن التوباكو أو عن السموكينج، ومش بس للكولوركتال كانسر،
هذول بيعملوا لنا شغلات كثيرة زي ما بتعرفوا. اللنج كانسر بالنسبة للتوباكو، الليبر كانسر بالنسبة لل أو الليبر الهباتوكارسينوما بالنسبة مثلا للكهول، مزبوط ولا لا؟ مزبوط. طيب up to one half of colorectal cancer may be related to diet، تقريبا نص الحالات لها علاقة بالدايت. فبتحكي إذا لما بنحكي عن لايف ستايل وبنحكي عن بيهيفير فهاي الأشياء وبنحكي عن فود فبنحكي قديش مهم، نص الحالات تقريبا لها علاقة بالدايت. Within this proportion من هذول 50% it is estimated that تقريبا بقدروا 15-25% of colorectal cancer may be related to fat intake. 25-35% may be related to low intake of fruit and vegetables. And 32% of colorectal cancer may be related to physical inactivity. تحكي عن صراحة يعني أرقام significant. حتى الـ 15 أقلها significant، ما بالك بـ 32% اللي هي related للphysical inactive. Other host factors أو يعني الـ risk factors، الـ family history حكيناها، history of adenomatous polyps، type 2 diabetes، growth factors زي الـ high insulin like factors والـ hyperinsulinemia، هاي كلها factors. والـ inflammatory bowel disease كمان، الجولستونز اند كوليسيستكتومي، الناس اللي عندهم هيستوري اوف كوليسيستكتومي وشايل المراره هذا ممكن يكون اكثر عرضه، جلوكوز انتوليرانس والاكروميجالي، هاي الاشياء كلها علاقه ممكن تزيد خطر الاصابه بالكولوركتال كانسر ان جنرال. البرايمري بريفنشن اذا بنروح على الاسباب نعرف البريفنشن، مزبوط سهله، النون موديفايبل ما بنقدر نتحكم فيه، بنروح على الموديفايبل. شو رايك خلينا نعدهم مع بعض؟ رياضه، اوكي، فيزيكال اكتيفيتي، السبورت والفيزيكال اكتيفيتي والاكسرسايز كلهم بندرج تحت نفس المسمى تقريبا، اوكي تمام. هاي انتيك اوف فايبرز وفيجيتابلز وفروت كويس، اوكي. ستوب سموكينج، ستوب سموكينج والكحول كمان من عندي، ايش كمان؟ الكحول شيء اللي حكيناها، الدايت عموما، يعني الدايت عموما راح احكي هسه على الدايت له علاقه مثلا بالبي بال بعض الفيتامينز زي الفيتامين دي مثلا له علاقه بالكولوركتال كانسر. اذا البرايمري بريفنشن حكينا على السموكينج، حكينا تو ريديوس الويت، مزبوط، اذا كان انه عنده انكريز بودي ويت او انه اوفر ويت او اوبيز. مينتنس اوف ريزونبل ليفل اوف فيزيكال اكتيفيتي in adulthood and limit red and processed meats. The processed meats، اللحوم المعلبة، اللحوم اللي مصنعة صح أو المعلبة غالبا، the processed، the high fat dairy products، the highly refined grains and starch and sugars، كل المحليات كمان إلها علاقة لأنها بالنهاية تعمل لك هي obesity، مظبوط صحيح. طيب الفيتامين دي شو رأيك وشو علاقته بالكولوركتال كانسر، إله علاقة ولا ما إله؟ يعني كونه فيتامين أكيد رح يقلل، كويس، كونه فيتامين هو بقلل فعليا. خلينا نشوف الليتراتشر بيحكي إنه الفيتامين دي was beneficial in preventing colorectal cancer، مهم ومفيد. There is an inverse relationship، علاقة عكسية، there is an inverse relationship، علاقة عكسية with blood levels of 80 نانومول لكل لتر or higher. يعني إذا بكون الفيتامين دال عندك، الفيتامين دال من 80 وطالع، كويس، هذا المستوى هو associated أو يعني بحميك بنسبة 72% أو بقلل الريسك للإصابة بالكولوركتال كانسر معدل 72% مقارنة بالأشخاص اللي عندهم الفيتامين دي 50 نانومول لكل، واضحة ولا أعيدها؟ واضحة، أوكي. حدا عنده سؤال عليها؟ إذا حدا عنده سؤال مش واضحة بعيد. There is much evidence suggesting an inverse relationship between aspirin also non-steroidal anti-inflammatory agents or drugs in general with that aspirin بالconsumption. There is يعني evidence of inverse relationship of consumption and colorectal cancer incidence and mortality. إذن both aspirin and non-steroidal anti-inflammatory drugs use reduced colorectal cancer risk. بقلل الأسبرين والنونستيرويدلز بتقلل من نسبة الإصابة بالكولوركتال كانسر، لكن بدنا أنتوا عارفين وأخذتوا بالفارماكولوجي أن النونستيرويدلز
إلها برضو معطات، إحنا ما بنحكي إنها كلها حسرات، بس وجدوا علاقة إنه في حماية للناس اللي بيأخذوا أسبرين ونونستيرويدلز، نونستيرويدل أنتي إنفلاماتوري إيجنتس أو دراجز، مقارنة بالناس اللي ما بيأخذوا. لكن بنعرف إحنا كلياتنا إنه النونستيرويدلز is not a problem free، في إلها مشاكل، في عندنا حوالي 107,000 حالة hospitalizations يعني دخول للمستشفيات، حوالي 16,500 وفاة في الولايات نتيجة استخدام النونستيرويدال أنتي إنفلاماتوري دراج. دكتور؟ نعم. ممكن سؤال؟ تفضل. هون قصدهم بالنون إنفلاماتوري النونستيرويدال استخدامهم يعني بعد ما تتشخص يعني كعلاج، ولا هيك استخدامهم بالحياة العادية؟ لا لا، استخدامهم بالحياة العادية، بس أنت بتحكي عن ليش إحنا ركزنا على الأسبرين، يعني إنسى النونستيرويدال الأخريات. هسا النونستيرويدز الأخريات إمتى تأخذهم؟ إذا في يعني إحنا أنت إنفلاماتوري، إذا في إنفلاميشن أو إذا في بين، مظبوط؟ غالبا صحيح. لكن إذا واحد مثلا لسبب ما مثلا كان عنده خلينا نقول يعني أوستيو أرثرايتس، أو كان عنده أي إشي بين من نوع معين وبيأخذ نونستيرويدز، وجدوا علاقة إنه بيحمي النونستيرويدز من الكولوركتال كانسر. كويس؟ أيوة تمام. ليش ركزنا على الأسبرين؟ لأن الأسبرين أي واحد فينا حتى إحنا ممكن نأخذ أسبرين، وكثير من الناس لو they are completely healthy وبيأخذوا أسبرين as a prophylaxis، مظبوط؟ صحيح. يعني نكثر. عارفين الميكانيزم، مش إحنا عشان الـ MI وعشان الكارديوفاسكولار ديزيز كلها، مش في ناس بيأخذ مثلاً كل يوم حبة بيبي أسبرين؟ الآن هذا الحكي برضو وجدوا مرتبط بأقل عرضة، الناس اللي بيأخذوا أسبرين أقل عرضة للكولوركتال كانسر، لكن حتى اللي بيأخذوا أسبرين هم بصير في عندهم عرضة إنه يصير عنده other diseases، ممكن يصير في عنده bleeding، صح ولا لا؟ ما مش ممكن يصير عنده bleeding، ممكن يصير في عنده يعني بعض blood disorders، وممكن يكون عنده يعني أشياء أخرى، ممكن وارد صح ولا لا؟ بس إحنا بنحكي الآن يعني in the context of colorectal cancer. واضح؟ واضح. The screening can find precancerous polyps، يعني إحنا فائدة السكرينينج إنه ممكن يعطيك أو يشخص لك على مرحلة مراحل مبكرة من المرض، أو مراحل قبل يعني ما يصير كانسر فعلي، precancerous polyps، البوليبس اللي ممكن تتحول بعدين لكانسر ممكن إنه نطلعها بالسكرينينج، وهاي فائدة السكرينينج وبالتالي بتحمي الناس. ماشي؟ هاي فائدة السكرينينج. وحكي عن السكرينينج بالعادة بتبلش بعد الخمسين الناس العاديين، ولكن الناس اللي at higher risk، هاي يمكن مش مكتوبة المعلومة، لكن الناس اللي at higher risk مش عارفة والله، ممكن تلاقيها هون مكتوبة. أنا مش يعني معلومة موجودة بعقلي بس مش عارف إن أنا كتبتها ولا. طيب بنشوف، إذا مش مكتوبة بنرجع نأكد عليها كمان مرة. بحكيها من دكتور صوت مكتوبة. أوكي. إذا for high risk individuals. أوكي. إذا السكرينينج ببلش على 50 للناس العاديين، high risk individuals على 45. Screening is recommended for adults beginning of age 50. بيعملوا له fecal occult blood وسيجمويدسكوبي أو كولونوسكوبي. For high risk individuals, screening should be tailored to their expected risk. Research on modifiable future directions. Research on modifiable hormonal pathways associated with the greater risk, role of micronutrients such as calcium and folate and other agents, and identification of genetic susceptibility. هاي الأشياء المهمة في موضوع الكولوركتال كانسر، هاي مين هم الناس at higher risk، كيف ممكن نعمل له prevention and control، مين الناس اللي ممكن نعمل لهم colonoscopy، آسف colonoscopy نعم، ومين وإمتى، ومين هم الناس اللي at higher risk. وحكينا إن جنرال عن بعض يعني الأرقام اللي لها علاقة في الإنسيدنس والبريفيلنس مثلاً في دول متقدمة زي أمريكا. حد عنده أي سؤال؟ تفضلوا. أي سؤال شباب؟ لا كله تمام دكتور. أكيد صار كملنا بكير بصراحة، كنت أتوقع أن نطول أكثر شوي. إحنا مشينا بسرعة. لا تمام. تمام. اوكي ما في اي سؤال؟ امور تمام. يعطيكم العافيه. كملنا بكير شويه. نشوفكم ان شاء الله في سيستمات
أخريات. إن شاء الله. توفيق بالنسبة للامتحان للجميع. شكرا دكتور. يعطيك العافية.